بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاعتصام يأتي من ضمن سلسلة اعتصامات متواصلة تقيمها المعارضة البحرينية هنا في لندن أمام مقر راعي سباق الفورمولا. هذا الاعتصام يأتي من ضمن عدة أنشطة تقوم بها المعارضة البحرينية هنا في لندن، من ضمنها هذه الاعتصامات اليومية حتى يوم 6 أبريل، يوم إقامة سباق الفورمولا في حلبة البحرين. وأيضا من ضمن الأنشطة هي التواصل مع البرلمانيين هنا في هذا البلد والتوقيع على عرائض ودعوة من يقوم من يرعى ويقوم على هذا السباق بالتوقف. وأيضا تأتي من ضمن هذه الحملة التعاون مع منظمات حقوقية عالمية عديدة واتحادات عمالية وصحافة وغيرها من المتعاطفين. نأمل أن تكون هذه الحملة حملة في الداخل البحريني وحملة في الخارج، حملة دولية تكشف فيها زيف هذا النظام الخليفي الذي يحاول من خلال هذا النظام أن يحسن صورته إلى العالم الخارجي بأنه نظام متحضر وينتمي إلى هذا العالم، إلا أنه نظام يقترف الجرائم وليس له مكان أن يكون في هذا العالم. وأيضا نستنكر على راعي السباق بأنه ليس كافيا أن تكون هناك أرباح أو ما تجنيه من المال أن تقيم هذا السباق، يجب أن يكون هناك شيء أخلاقي في هذا الجانب وأن تراعي بأن هذا النظام هو نظام مجرم. نأمل لهذه الحملة أن تتواصل وأن تعبر عن طموح أبناء الشعب البحريني وتفضح النظام الخليفي إن شاء الله.